قبل ما اقول لك على المظاهرات هقول لك انه تاني افتكر من يوم 7 اكتوبر لحد يوم 18 الموقف العالمي كان عامل ازاي. وعلشان كده بقول لك انه الصحافه والاعلام المصري الحقيقه لعبوا دور مهم جدا في نقل صوره حقيقيه عما يحدث، الانتهاكات والمذابح والمجازر اللي عملوها الاسرائيليين تجاه الفلسطينيين. وانا بكلمك يعني او لحد النهارده لا زالت المظاهرات موجوده، مظاهرات المندده بالمذابح الصهيونيه لا زالت موجوده في لندن، لا زالت موجوده في اكتر من عاصمه، في اكتر من مدينه حول العالم. كويس؟ وديك شايف ده مشهد من المشاهد اللي كانت موجوده النهارده على سبيل المثال. خليني هنا بقى اخد معانا على التليفون استاذه منال لطفي الكاتبه الصحفيه الكبيره ومدير مكتب الاهرام في لندن. اهلا بيك يا استاذه منال. اهلا، مساء النور استاذ يوسف والمشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك استاذه منال. المظاهرات لازالت مستمرة على ما يبدو، سواء إذا كان في لندن أو في أكثر من مدينة حول العالم، أكثر من عاصمة. بتعتقدي لماذا تستمر المظاهرات، وإلى متى سوف تستمر هذه المظاهرات المنددة بوحشية الاحتلال؟ أعتقد أنه ليس هناك مدى زمني لاستمرار المظاهرات. هناك تحالف شعبي في أوروبا قوي للغاية يساعد هذه المظاهرات على المواصلة. لدينا في بريطانيا تحالف وقوف الحرب، جمعية مسلمي بريطانيا، أصدقاء الأقصى، جزء من حزب العمال البريطاني، حركة مومنتوم. هذه كلها طبعا إضافة إلى أنه بريطانيا مثل باقي أوروبا بها الكثير من المسلمين والعرب، وبالتالي هذا التحالف الشعبي متواصل، والخروج للشارع جزء منه رسالة مفادها أنه، وهذه الرسالة تؤكدها أيضا استطلاعات الرأي العام. هناك للأسف عدم ثقة لدى الرأي العام الأوروبي في قدرة السياسيين بالضرورة على الضغط على إسرائيل. مثلا من حوالي 10 سنين أو 15 سنة عندما كانت تجرى استطلاعات رأي في أوروبا حول قدرة الحكام على التأثير على إسرائيل، كانت نسبة من يعتقدون بالقدرة على التأثير أكبر من اليوم. اليوم هناك عدد أقل من الشارع الأوروبي يعتقد أنه مثلا إدارة هناك قدرة على الضغط على إسرائيل، أو إدارة شولتس في ألمانيا قادرة على الضغط على إسرائيل. وبسبب عدم الثقة في قدرة النخب السياسية يخرج الشارع ضمن في نوع من التأثير على النخبة السياسية، وأيضا لإرسال رسالة لإسرائيل مفادها إن الشارع الأوروبي لا يريد أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. وأعتقد أنه الموضوع الفلسطيني يجب أن يكون الآن على جدول أعمال السياسة الأوروبية، لأنه في آخر 10 سنين بالذات، وهذا خطأ اعترفت به دول أوروبية عديدة من بينها بريطانيا، خاصة عندما جاء وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد كاميرون، كان لديه موقف لافت من هذه الأزمة. تحت تصريحاته كانت أكثر تقدمية في رأيي من سبقوه في هذا المنصب بعد اندلاع الأزمة. أيضا في أسبانيا، رأينا في أسبانيا وبلجيكا في اليومين الماضيين كانت هناك تراشق كبير ما بين هذين البلدين وبين إسرائيل بسبب موقف أسبانيا وبلجيكا الداعم لمفاوضات سياسية وصولا لدولة فلسطينية. إذن هناك تغيرات لافتة ومهمة جدا في الشارع الأوروبي دعما لحل سياسي طويل المدى واستقرار يقوم على حل الدولتين. البعض كان بيعتقد أن المظاهرات من الممكن أن تهدأ أو تنحسر جدا في حال بدء الهدنة، لكن على ما يبدو أنه لا. ليه؟ بالتأكيد، لأنه الهدنة هناك أولا تشكك في أن الهدنة سوف تكون وقف دائم لإطلاق النار، وهذا التشكك فيه محل بالتأكيد، لأنه ليست لدينا أي دلائل على أن إسرائيل ملتزمة بتحويل تلك الهدنة المؤقتة إلى وقف طويل المدى للنار، لإطلاق النار. وبسبب هذا الشكوك في الشارع الأوروبي هناك رغبة في أن يكون الضغط متواصل. أيضا هناك تحول لافت، الرأي العام الأوروبي في استطلاعات رأي سابقة أيضا كانت نسبة كبيرة جدا، نسبة الأغلبية، يعني إذا سألت على سبيل المثال في بريطانيا قبل عدة سنوات وقلت هل أنت متعاطف مع إسرائيل أم مع فلسطين؟ في بريطانيا كانت 10% تقول أنها متعاطفة مع إسرائيل، 23% تقول أنها متعاطفة مع الفلسطينيين، ونسبة 19% تقول أنها محايدة، و 48% لا يعرفون. يعني دول لا يعرفون. نسبة من لا يعرفون في كل استطلاعات الرأي من السويد للدنمارك لفرنسا لأسبانيا
نسبة من لا يعرفون أي شيء عن هذه القضية تاريخيا في أوروبا للأسف على مدار 20 سنة الأخيرة، وهذا بسبب موت عملية السلام، هي النسبة الأغلب. يعني سوف يكون لديك هامش مؤيد لفلسطين وهامش مؤيد لإسرائيل، لكن الأغلبية العظمى البالك من الرأي العام الأوروبي لا يعرف. الحرب على غزة غيرت هذا. أعتقد أن هناك عدد متزايد من الرأي العام الأوروبي، بالذات من الشباب والبروجريسيف المتقدمين، يدرك يعني لديهم الآن معرفة أكثر بالقضية بسبب التغطية الإعلامية الواسعة وسائل التواصل الاجتماعي، هذا أيضا متغير لم يكن لدينا قبل 20 عاما مثلا، وبالتالي بسبب أنه عدد متزايد يعرف عن القضية المزيد من تفاصيلها والظلم التاريخي على الشعب الفلسطيني، هناك أيضا تلك الرغبة في مواصلة الضغط وتحويل الوقف المؤقت لإطلاق النار لعملية سلام، لأنه أوروبا الشارع الأوروبي يتخوف من أنه بعد تسليم الرهائن سوف نعود من جديد للأعمال القتالية، وهذا سوف هذه بالنسبة لأوروبا أعتقد سوف تكون نكسة كبيرة في مسألة إحياء حل الدولتين، لأنه إسرائيل متعنتة ولن توافق على حل الدولتين إلا تحت ضغط دولي كبير جدا. أعتقد أنه بايدن يدرك هذا، وهناك بسبب الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي ربما هذا يدفع بايدن للضغط على إسرائيل أيضا لاستئناف عملية السلام. عظيم جدا. طيب سؤال أخير أستاذة منال، بتتوقعي أنه هذه المظاهرات وهذه الضغوط من الرأي العام على الأنظمة أو القيادات أو الحكومات الأوروبية من الممكن أن تستمر حتى الوصول في وقت من الأوقات إلى أنه يبقى في مفاوضات في وقت من الأوقات عندنا في منطقة الشرق الأوسط لحل الدولتين، ولا أنه البكائية الإسرائيلية لو صح التعبير من الممكن أن تؤتي بمفعول، يعني زي ما بالضبط نتنياهو بدأ يعمل مع بلجيكا ومع أسبانيا؟ هذا يتوقف على قدرة العالم العربي على الاستفادة من المومنتوم. يعني نحن الآن في لحظة هناك هذه لأول مرة من سنوات طويلة هناك دفع نحو عملية السلام. يعني أعتقد أنه تصريحات رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز في أمام معبر رفح ورئيس الوزراء البلجيكي وقبل ذلك في بريطانيا، طبعا أهم في رأيي أول من تحدث عن هذا الرئيس الفرنسي ماكرون قبل 10 أيام قال لابد من حل الدولتين، لابد من وقف دائم لإطلاق النار. إذا هناك حراك في أوروبا وفي أمريكا الحزب الديمقراطي، هناك أصوات كثيرة الآن تضغط على بايدن. كان بايدن أمس كان يسير في الشارع والأصوات الناس تظهرت فري بلسطين فري بلسطين، يعني هو يدرك أن الضغط عليه من كل ناحية. على العالم العربي والإسلامي الاستفادة من تلك اللحظة، لأنه أعتقد أنه حل الدولتين يتقلص مع الوقت بسبب الاستيطان الإسرائيلي، وكل بيعرف أنه حل الدولتين كل يوم كل شهر بيمر بدون عملية سياسية حل الدولتين بيتقلص، وبالتالي هذه اللحظة فيها زخم. لكن هل يمكن الاستفادة من هذا الزخم؟ أنت لديك طيار لا يريد حل الدولتين ولا يريد مفاوضات سياسية، وطيار آخر يريد هذا، فنصبح في عملية شد حبل عبد أصابع من يستطيع أن يملي رؤيته. العالم العربي والإسلامي لديه أوراق إذا لعبها بشكل صحيح ربما يتم استئناف العملية السياسية، لكن هذا كما يكون ما زال كله في مهب الريح، كل شيء مفتوح في تلك اللحظة. هذا يعتمد على قدرتنا احنا كعرب ومسلمين على تحريك القضية لمصلحة أمن المنطقة، لأنه لا أعتقد الشرق الأوسط سوف ينعم بالسلام وهذا واضح بحل الدولتين بدون دولة فلسطينية. صحيح. انا بشكرك جدا استاذه منال لطفي الكاتبه الصحفيه الكبيره ومدير مكتب الاهرام في لندن. طيب.